أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأنها ستقوم بتطوير شارع الفاتح خلال الربع الأخير من هذا العام، حيث يعتبر هذا المشروع أحد المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي والممول من قبل الصندوق السعودي للتنمية. وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندسة هدى فخرو، الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. مساء الخير سيدة هدى، وبداية ما أهمية أن يكون هناك مشروع لتطوير شارع حيوي مثل شارع الفاتح؟ مساء النور. طبعا مثل ما تعرفون مشروع تطوير وتوسعة شارع الفاتح هو من أحد المشاريع الطرق المهمة والحيوية والمزمع تنفيذه ضمن خطة طموحة لرفع كفاءة والطاقة الاستيعابية لشبكات الطرق الرئيسية والداخلية لتواكب النمو العمراني والسكاني والاقتصادي للمملكة وتسهيل حركة النقل للأفراد والبضائع بين مختلف مناطق البحرين. ويعتبر شارع الفاتح من أحد أهم الطرق بالمملكة، ويحمل كثافة مرورية عليه بلغت حوالي 87 ألف مركبة باليوم، حيث أنه يربط بين شرق العاصمة وبقية مناطق البحرين، بالإضافة إلى أنه يعتبر المنفذ الرئيسي لمنطقة الجفير والمناطق المجاورة لها، والتي تشهد كثافة سكانية كبيرة ونمو متسارع في حركة العمران والاستثمار. نعم. يشمل المشروع توسعة شارع الفاتح إلى 4 مسارات لكل اتجاه وتحرير الحركة المرورية عليه، وذلك بإنشاء جسرين ونفق على التقاطعات الرئيسية، وسيتم رفع الطاقة الاستيعابية للشارع إلى أكثر من 138 ألف مركبة باليوم بعد التطوير. المشروع مثل ما ذكرتي ممول من منحة كريمة من الصندوق السعودي للتنمية، وتم طرحه في مناقصة عامة، ومن المتوقع البدء في تنفيذ بالربع الأخير من هذا العام. وكخطوة استباقية قامت الوزارة بتحريك العديد من أجهزة الخدمات لخارج التوسعة المقترحة من أواخر عام 2008. بدينا في تحريك هذه الخدمات، وذلك من أجل تسهيل وتقليل المدة الزمنية لإنشاء الشارع، وبالتالي تقليل الإرباك المروري والتعطيل لمستخدمي الطريق والقاطنين في المناطق المجاورة أثناء فترة التنفيذ. نعم سيدة هدى، كما ذكرتي أن المشروع سيبدأ خلال الربع الأخير من هذا العام، ما هي المدة التي سيستغرقها المشروع وما هي مراحل العمل لتطوير الشارع؟ طبعا أنا مثل ما ذكرت الأعمال التحضيرية بدينا فيها من سنة 2018، تم تحريك عدة كابلات كهربائية، والآن أيضا نقوم بتنفيذ خط الصرف الصحي العميق الذي يتعارض ويا النفق. طبعا هو المشروع يعني تقريبا بياخذ 3 سنوات لأنه في أنفاق وفي جسور. طبعا من يعني 3 سنوات من العام المقبل، سيكون 3 سنوات تقريبا إن شاء الله. المهندسة هدى فخرو، الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.